هنتكلم على أهم المعاملات، وكمان هنتكلم على نقطة مهمة جدا، الممارسات الخاطئة لأهالينا المزارعين اللي هم بيعملوها على هذه المحاصيل في هذا التوقيت. لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة بالزميل العزيز الأستاذ الدكتور محمد الشناوي، أستاذ الفاكهة الاستوائية بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك دكتور محمد. اهلا بك يا دكتور محمد، سعيدنا حضرتك معايا. شكرا شكرا جزيلا على المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتها دي، وبشكر فريق الاعداد برضو مع حضرتك. يعني ما هو يا فندم فريق الاعداد احنا من غيره ولا حاجه، يعني هو اللي بيعمل كل حاجه. ده بصراحه يعني الشغل يعني بجد جميل، انا بتكلم جميل. بجد يعني يمكن اهل المشاهدين واللي بيشوفونا دلوقتي على الشاشه هم بيشوفوا مقدم البرنامج او المذيع، لكن ورايا ناس الحقيقه مهمه جدا جدا، لولا هي انا ما كنتش هطلع. كل اللي موجودين خلف الكاميرات، اللي في غرفة الكنترول، المخرج، الإعداد، اللي بيشتغلوا في كل الأقسام الحقيقة لهم كل التقدير وكل التحية، لأن هم فعلا رقم واحد في أي عمل تلفزيوني على فكرة، مش هنا بس، في أي برنامج في أي تلفزيون. الجيش ده هو اللي بيخلي المذيع يطلع ويتكلم، وليه دور كبير جدا في نجاح أي برنامج. دي تحية واجبة الحقيقة.